Mr. Trump, here you go, three medium pizzas, $5 each. Tell you what, I'll counter that offer with an even better one. Here's the deal. You give me those three pizzas, only I'll give you just $5 a piece. Sure. Okay. Still got it, Donald. Still got it. الدومينوز بيتزا التي نعرفها اليوم ونحبها أصبحت إمبراطورية بمليارات الدولارات، ولكن وقبل أن تصبح تلك العلامة معروفة ومصنفة في الصفوف الأمامية رفقة ماكدونالدز وKFC، فقد كان في البداية متجراً للبيتزا غير مرغوب فيه، ولكن تغير الأمر، وذلك عندما تحول صاحب المتجر من متشرد إلى عبقري يقوم بعملية التوصيل بالمجان. ظروف ظهور تلك العلامة، المراحل التي مرت بها ووصولها إلى العالمية، أحداث أخرى تحمل تفاصيلها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع. في سنة 1937 ولد طفل يدعى توم في يوم القديس باتريك، وذلك في منطقة آن ألبر بولاية ميشيغان. وعندما بلغ سن الرابعة فقد توفي والده في عشية عيد الميلاد، وفي غيابه لم تكن الأم قادرة على الاعتناء بأبنائها، حيث وضعت كلا من توم وشقيقه المدعو جيم في دار الرعاية. وفي يومه الأول دخل توم ورغم صغر سنه في عراك مع باقي الأطفال، وبمرور الوقت كان يشتاق إلى أمه. وبعد مرور 7 سنوات على وضعه في دار الرعاية، وجدت والدته عملا كممرضة وأصبحت قادرة على التكفل بأبنائها، فأخذتهما وانتقلوا إلى مدينة ترافيس بولاية ميشيغان، حيث ولج توم مدرسة كاثوليكية، وهناك التقى بالأبي راسل باسينو، والذي كان يعلم بحال أسرته، ولذلك خص الطفل بوظائف فردية للقيام بها حول المدرسة مقابل 35 سنتا للساعة. وبعد وصوله الصف 7 فقد انتقل من المدرسة وظل حريصا على العمل، حيث بدأ البحث في كل المدينة قبل أن يجد وظيفة تتمثل في قطف الكرز في فصل الصيف، فكان العمل شاقا ومملا بالنسبة له، ولكنه كان يفكر أكثر في جني المال، كما بدأ بالذهاب للصيد وبيع ما اصطاده من أجل المال، حيث كانت روح المبادرة والسعي وراء تحقيق الذات أشياء بدأت تتطور لدى توم. وبمرور الوقت أصبح يبتعد أكثر فأكثر عن والدته، والتي قررت وللمرة الثانية وضعه رفقة أخيه في دار الرعاية، ثم بدأ ينتقل من مزرعة إلى أخرى ومن عمل إلى آخر، إلى أن وجد وظيفة بناد للبولينج، حيث كان يعمل من 6:30 صباحا حتى وقت متأخر من الليل على مدار 5 أيام في الأسبوع. وبعد وصوله إلى مرحلة الثانوية، انتقل توم مجددا نحو مزرعة أخرى للعمل بها، والتي كانت مهدمة ولا توجد بها كهرباء، فكانت ملابسه تتسخ بسرعة، كما أن حذاءه كان يمتلئ دائما بالسماد. وأثناء توجهه إلى المدرسة كان يحرص على إبقاء حذائه بعيدا عن انتباه أي طالب آخر لكي لا يستهزئ منه. وذات مرة كان يحفر في الأرض، ثم انتبه إلى أنه يضيع وقته فقط، وأنه يجب عليه تحقيق حلمه، وهي أن يصبح كاهنا. فقدم طلبا لمدرسة الألوهية بعد أن عرضت أمه بأن تدفع كل مدخراتها من أجل تحقيق حلمه. وخلال تواجده هناك فقد كان يشعر كما لو أنه في المنزل، ولم يقم بأي شيء خطير أثناء إقامته تلك. ولكن وبعد مرور سنة تم طرده من المدرسة لسبب مجهول، ليتحطم حلمه بأن يصبح كاهنا، فكان عليه العودة إلى منزل والدته والعيش معها رغم الشجار والمشاكل التي كانت تحدث بينهما كل يوم. وفي أحد الأيام اتصلت والدته برجل شرطة ليصطحبه إلى مركز مخالفة الأحداث، ويتم حجزه هناك بسبب شيء فعله، رغم أنه قال لم يقم
بشيء. كما استمر في الذهاب إلى المدرسة، ولكن وأثناء عودته كان يعود إلى المركز عوض المنزل. ولكن ولحسن حظه، عندما علم عمه وزوجته بالأمر فقد قدم التماس للمحكمة ليعيش معهما. آنذاك لم يكن توم مهتما بالتخرج من المدرسة الثانوية، ولكن دعم زوجة عمه له ومحاولة مساعدته للتخرج جعله يغير رأيه. وبعد تخرجه التحق بكلية ولاية فيرس، والتي ساهمت في تحسن علاماته قبل أن يلتحق بجامعة ميشيغان. ولكن وبعد قبوله لم يستطع تحمل نفقات الدراسة، حيث غادر وانضم إلى سلاح المشاة البحرية معتقدا أن الجيش وبعد عمله كان الأوان قد فات، حيث لا يمكنه الالتحاق مجددا بجامعة أخرى وتضييع سنتين. وباستمراره في المشاة فقد قرر خلال التدريب التركيز على تحسين نفسه عقليا وجسديا، كما بدأ في قراءة الكتب والقصص الملهمة. وفي سنة 1959 تم طرده من المشاة البحرية، فكان حينها يملك مدخرات قدرها 2000 دولار، والتي وضعها جانبا من أجل الدراسة بالجامعة. ولكنه خسر كل شيء بعد أن نصب عليه رجل أوهمه بالاستثمار من أجل تحقيق ربح سريع، قبل أن يبقى لديه 15 دولارا فقط في جيبه. فسافر مجددا، وهذه المرة في سان دييغو إلى أربور، حيث انتقل للعيش مع شقيقه الصغير جيم، وحصل على وظيفة مشرف في صحيفة محلية. كما استطاع توفير مال أكثر لدراسته، ولكنه غادر الجامعة بعد 3 أسابيع فقط، بعد أن لم يعد لديه المال الكافي لاستكمال الدراسة وشراء باقي الكتب، وقرر العودة في السنة التالية. وبعد ذلك بدأ في بيع اشتراكات في الصحيفة المحلية للزبائن مع عرض التوصيل المجاني للصحف، وهو ما أدر عليه المال قبل أن يدخل إلى الجامعة. ولكن ومرة أخرى لم يكمل الدراسة بسبب انشغاله بالعمل. وبسن 23 كان يرى نفسه محطما للغاية مثل أي شخص تكاثرت عليه المشاكل. ثم اتصل به شقيقه الأصغر، والذي وجد محلا صغيرا للبيع يوجد بالقرب من جامعة ميشيغان الشرقية، والتي كان اسمه دومينيكس بيتزا. كما عرض عليه أن يقوم بشرائه معا، ويقومان بتقاسم العمل حتى يتمكن توم من الدراسة في وقت الفراغ. حينها كان لديه 77 دولارا فقط، لكنه حصل على قرض بقيمة 500 دولار من أجل شراء المتجر. وبعد التوقيع على عقد البيع رفقته، كان جيم خائفا من أن يخسر وظيفته كساعي بريد. وبمرور الوقت تحققت مخاوفه، وبعد أن استلم الوردية الأولى من شقيقه الأكبر، فقد وجد أن العمل بالمتجر شاق للغاية وأنه لن يتمكن من ذلك. فقرر الانسحاب وترك الأمر لتوم. فقرر الأخير المواصلة عوض الاستسلام والبدء من جديد. ولكنه وضع تحديا أمامه، وهو أنه إذا كان متجره سيكون متخصصا في البيتزا فيجب أن يكون الأفضل بالبلاد. وبدأ يفكر طويلا، ولكن عمله لم يكن يتطور. وفي الواقع كان المتجر يخسر أكثر مما يربح كل أسبوع. وبمرور الوقت نفذ ماله وأصبح يأكل الفشار فقط، بعد أن كان قد خزن أكياسا من الذرة في منزله ولم يكن يتناول البيتزا الخاصة به إلا إذا احترقت. ثم بمرور الأيام أصبح بلا مأوى، ولم يعد قادرا على دفع إيجار المنزل، وبدأ ينام في متجره. كما ازداد الوضع سوءا حتى لم يعد نصف الموظفين يأتون إلى المحل، فقرر الحد من أنواع البيتزا التي يصنعها المتجر. كما قرر صنع قائمة طعام بسيطة مع توصيل بالمجان، حيث كان أول متجر بيتزا يقوم بتلك العملية. وبعد جني القليل من المال فتح توم محلا آخر بالقرب من جامعة ميشيغان أيضا. وحين وقع على العقد لم يستطع النوم من شدة الخوف، وظل يجوب في ذهنه سؤال واحد، وهو لماذا قمت بشراء متجر ثاني بينما لدي واحد ويسير بشكل رائع؟ ولكن الوقت كان قد فات، كما لم يكن قد اشترى المتجر فقط بل اشترى حتى المعدات
ولكن ولحسن حظه اتضح أن الوضع كان يحتاج للمخاطرة، حيث أصبح المتجر الثاني بالمناصفة مع المتجر الأول أكثر محلات البيتزا ازدحاما في البلاد. فكان يتم بيع آلاف علب البيتزا أسبوعيا، كما كان معظم الزبناء في الطلبة الذين يعيشون في الحرم الجامعي أو الأشخاص الذين يفضلون التوصيل المجاني. وبعد سنوات فقد استطاع توم تأسيس إمبراطورية ببطء، وبعد أن فتح المحل الثالث فقد اتصل به مالك المحل الأول وأخبره أنه لم يعد لديه الحق في استعمال اسم محله بحجة أن العملاء كان يظنون أن كلا المطعمان يعودان للمالك الأصلي. فلم يتأخر توم كثيرا قبل أن يجد أن الاسم الأنسب للمطاعم حينها هو اسم دومينوز. ولكن لم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة التي واجهها، فكلما زادت مبيعاته كانت مشاكله تتزايد أيضا. فقد بدأ في مواجهة صعوبة في جعل المكونات وعجينة البيتزا مقرمشة، ولذلك طلب من المصانع التي كان يستورد منها علب البيتزا أن يقوموا بصناعة صناديق من الورق تكون به ثقوب، لأن ذلك سيمكنه من الحفاظ على حرارة البيتزا لأطول فترة ممكنة. فرفضت الفكرة في البداية قبل أن يجد مالكو المصانع أنها رخيصة الإنتاج ويمكنها تحقيق ربح كبير مع تطور التكنولوجيا الأمريكية وتزايد الطلب على الطعام. بعد نجاح فكرته تلك استمر، فقد بدأ يفكر بشكل أكثر إبداعا، مثل صنع أفران تحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، كما توصل إلى اختراع آلة لنقل العجين إلى مناطق الخبز. وفي أواخر الستينيات حضر توم ندوة عن الامتياز في كلية بوسطن، وهنالك التقى براي كروك من ماكدونالدز وجوش براون من كنتاكي، وكلاهما كان مسؤولين عن تحويل ما كان مطعما صغيرا إلى إمبراطورية عملاقة، حيث استعرض توم طريقته للوصول إلى ما هو عليه الآن. وقال أيضا أنه اختار خدمة التوصيل بالمجان آنذاك لأنه كان يريد إسعاد الناس، مع علمه أن معظم المطاعم والمحلات التي كانت توفر خدمة التوصيل لكونها بمقابل. وبحلول سنة 1969 قرر توم فتح محل جديد، وبحلول تلك الفترة كان قد حقق أحد أهدافه، وهو الوصول إلى عدد 32 محلا للدومينوز. ولكن الغريب هو أن معظمهم فشلوا، ووجد نفسه يدين ب 1.5 مليون دولار. ومن أجل تجنب الإفلاس سلم إدارة الشركة لأحد البنوك، والذي أرسل خبيرا ماليا، والذي قام بتقليص جودة المواد المستعملة بينما زاد في السعر. وبعد عام واحد فقط أعاد البنك الشركة إلى توم وقد كان في أسوأ حالة مالية على الإطلاق، كما رفع أصحاب الامتياز دعاوى قضائية ولم يتم دفع رواتب الموردين منذ فترة طويلة، حيث قال توم آنذاك بأنه كان لديه أكثر من 1000 دائن وأكثر من 150 دعوى قضائية. أضاف أن المال الذي يجنيه حاليا كان كفيلا فقط ليشتري الطعام ويدفع الإيجار. ولكن وبعد مرور سنة كاملة استطاع توم إعادة شركته إلى الواجهة وسدد جميع ديونه، واستطاع حل مشاكل الدعاوى القضائية. وبعد ذلك أدرك أنه بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، فحينها لم يعد أي شخص يريد أن يدخل ضمن الامتياز مضطر لدفع الرسوم. وبدل ذلك كان يتم منحهم إدارة أحد الفروع لسنة كاملة، والتي كان يشترط عليهم النجاح في تسييرها. ثم نجحت فكرة توم أكثر مما كان يتوقع، وبحلول سنة 1983 كان هنالك أكثر من 1000 محل دومينوز. كما نمت الشركة بشكل أكبر بعد أن ابتكر توم سياسة جديدة، والتي كان من بين قواعدها أنه وفي حال عدم توصيل البيتزا إلى العملاء في ظرف 30 دقيقة فإنها تصبح مجانية. وبعد سنة أخرى وصلت عدد محلات الدومينوز حول العالم إلى 5000، وأصبحت الدومينوز أكبر شركة بيتزا للتوصيل في العالم. كما تمكن توم من شراء فريق نموري ديترويت للبيسبول،
وفي يومنا هذا أصبحت قيمة شركة دومينوز تصل إلى 9 مليار دولار، كما أصبحت محلات توم في أكثر من 85 دولة حول العالم. كانت هذه قصة كيف أصبح فتى متشرد لم يعش طفولة كاملة يملك واحدة من أكبر شركات الطعام وأكبر سلسلة مطاعم للبيتزا عالميا، وكيف استطاع تحويل متجر صغير يبيع البيتزا إلى إمبراطورية عملاقة تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 9 مليار دولار. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.